والمرضى راه يوم بيتي تاكل فيا. الجد ما بقاش عندي، انا ما بغيت حتى حاجه، بغيت نرجع صحتي نعيش مع وليداتي. تحرم ماكل الولاد باش تشري الدواء. هادشي ديال الله سبحانه وتعالى. عاود داز المدة مورا كورونا، تسبت مرض القلب، درت العملية الحمد لله بالراميد اللهم لك، ومؤخرا تكتشف بأن المرض السرطان رجع، ماشي رجع شوية خفيف، رجع شوية سريع، رجع شوية سريع. ما مشيت عند الطبيب، الطبيب ما فهم والو. أول حاجة عطاني ورقة قال لي ديال النعاس، أنا ما صعبش عندي النعاس ديال الزرع، عندي قلت وقيلا النعاس ديال الشيمي، جيت مراقبة، ملي مشيت تصورت لقيت بأن عندي النعاس ديال الزرع. زرع النخاع. ملي صورت على هذا الزرع التكاليف ديالو غالية، ما بين 24 مليون حتى 26 مليون. أول ما بديت تنجري في الراميل في لامو، كل ما تمشي للامو تقولك المؤشر طالع، كل ما تمشي للامو المؤشر طالع، كل ما تمشي المؤشر طالع، وأنا ما بغيت والو، ما بغيت حتى حاجة. بغيت غير حقي في تغطية صحية، وتناشد سيدنا يدخل في هذا الموضوع، راه تنتعلم، والمرض راه يوم بيتي تاكل فيا، راه الجد ما بقاش عندي، أنا ما بغيت حتى حاجة. بغيت نرجع صحتي نعيش مع وليداتي، وما تملك حتى حاجه، جاب ملك دويره وحده جمع فيها وليداتي، ما يمكنش نبيع الدار باش نتعالج ونشرد وليداتي. كون عندي انا نفضل ما نمشيش للخاص. هاد السبيطار ديال الدوله فيه الامكانيات احسن ديال الخاص، فيه المراقب، غير هو العلاج واخا تيتعطل هو العلاج كاين الحمد لله. انا تناشد سيدنا الله يسرو يشوف قلبو يحن عليه ويتعالج في السبيطار. عندي في السبيطار ديال بلاصة الدم عندي القلب، ما بغيت حتى حاجة، بغيت غير العلاج. عندي 20 غش وعندي 37 ديال 28 ديال القلب. تتصرف المدام تطلب عباد الله وكاين جيران تيتعاونوا معايا شي محسنين وتعطيك باش دابا العين هي تتحرم ماكلة الولاد باش تشري الدواء. وهي دابا تحاليل عندي 80 درهم، 160 درهم في السيمانة. السيمانة ديال التحاليل. التحاليل باش يراقبوا الدم. الوثائق بأن الطبيب ديال القلب ما خاصكش تقطع الدواء، وأنا قاطع الدواء ما عنديش باش نشريها. أنا دابا أنت كتشرب الدواء ديال القلب وخاصك تشوف الرية وخاصك. عندي الدواء ديال القلب مدى الحياة، هذا الدواء ديال مدى الحياة، والطبيب ديال القلب قال لك هادو ما خاصكش تقطعهم، إلا قطعتي هادو غتدخل لعملية كبيرة. عندك صمامات في القلب تدريجيا. عندي صمامات عيان، قال لي إلا دخلتي للقلب ما فاش تدخل لعملية كبيرة. اللي دقيت عنده في الشبيه تيقولك عندك لامو، وانا ما عنديش لامو. انا كون عندي لامو راه غنبقى في المخزن، علاش غنمشي نمشي للكلينيك؟ انا عندي الربح في المخزن. هاد الاطباء اللي في المخزن تحيهم، تيديروا تتشان تبغي تبغي يعطيك دمو باش يشوفك حي. لامو ما كاينش، انا ما بغيت حتى حاجه، بغيت غير لامو، بغيت غير حقي في الصحه باش نرجع صحتي، نمشي مع وليداتي ونعيش وليداتي ونقوم بوليداتي. انا ما بغيت والو، بغيت غير الصحه، نسلم امري لله سبحانه وتعالى، حيت هذا ماشي هاد الامر ماشي ديالي ولا ديالك، هاد الامر ديال الله سبحانه وتعالى. حيت ملي كيصيفطوا لك الله خاصنا اول حاجه نحمدوه على هاد المرض هذا، هذا اللي نعمه من عند الله، الحمد لله. اللي بغى يعاون يجي يشوف بعينيه. باش نقول لك الورق يجي يشوف بعيني، يشوف في داري ويشوف فين تنتعالج. انا ما يعطينيش، يتكلفها بالعلاج، انا ما بغيت حتى حاجه. انا يتعالج معايا ولا يشوف علي شي وسيط يوقف معايا في لامو. التليفون ديالك 06 61 77 10 68 06 61 77 10 68.